مشاهدينا، هناك قضايا قانونية صار فيها لغط وجدل واختلاف بالرأي، خاصة مع تعطيل الدوائر الحكومية، الأمر الذي كثرت عليه كثير من التساؤلات فيما يخص الشق القانوني. للتوضيح والاستفسار أكيد معانا المحامية حوراء الحبيب. أقول لها صباح الخير وعيدك مبارك وحياك الله معانا في أول أيام العيد في برنامج نطح العيد. صباح الخير أستاذة حوراء. صباح النور يا هلا. وطبعا في البداية أهنئ صاحب السمو أمير البلاد وكذلك الشعب الكويتي وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة بمناسبة عيد الفطر السعيد. أي نعم أستاذة حوراء، لا شك أن هناك الكثير من القضايا القانونية تأثرت بشكل أو بآخر جراء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. هل هناك توضيحات قانونية حابة توضحينها في هذا الشأن؟ نعم، طبعا في هذه الأزمة شهدت محاكم الكويت إغلاق وتعطيل يعني الجلسات بجميع أنواعها، سواء كانت القضايا المدنية والتجارية، الأحوال الشخصية والجنائية، ما عدا بعض القضايا الجنائية التي كان فيها متهمين محبوسين حتى طبعا لا يتم المساس بحرية الأشخاص وأمنهم. بالإضافة إلى ذلك طبعا شهدت كذلك المحاكم توقف إجراءات التقاضي في كل ملفات القضايا المدنية والأحوال الشخصية وكذلك التجارية، ما عدا بأن كان هناك يعني رقم قد تم نشره عن طريق وزارة العدل لتحريك الأمور المستعجلة مثل تحويل النفقات التي يتم استلامها من الطرف من أحد الأطراف في إدارة التنفيذ وتحويلها إلى الأشخاص المستحقين لها عن طريق رقم طبعا وإرسال الأيبان وإجراء هذه المراسلات عن طريق رقم تم نشره في وزارة العدل. كذلك كان في معظم الإدارات قد تم العمل على سبيل الاستعجال في بعض المواضيع المهمة مثل عندي إدارة السجل العقاري وإدارة التوثيقات الشرعية لتحريك الأمور الخاصة في مسألة القسام الشرعي وحصر الورثة وغيرها من الأمور المستعجلة والطارئة. للأمانة أنا تعليقي بأن خلال هذه الفترة وهي الأزمة اللي احنا مرينا فيها والتعطيل الذي شهدته معظم مؤسسات الدولة بأنه غاب عن ساحة القضاء نظام التقاضي عن بعد أو النظام الإلكتروني للتقاضي، وكذلك يعني الجهات الإدارية الخاصة في وزارة العدل لم تقوم بدورها الذي يكون خاص بمسألة قيد ورفع الدعاوي إلكترونيا، وهذا طبعا ما دعا إلى تشريع قانون أو تعديل عفوا وإضافة نصوص قانونية في قانون المرافعات في مسألة امتداد المدد القانونية الخاصة بالطعون التي كان قد حال موعد تقديمها خلال أزمة كورونا. نعم سادة حوراء، قلتي دعاوي إلكترونية، أهمية تسجيل إثبات حالة نفرض لأي أمر طارئ أو حصل خلال نقول فترة الحظر والإبلاغ عن أي شكوى أول يعني شنو أهمية الإبلاغ؟ طبعا للأمانة أول شيء يعني حابة أنا أتكلم أن خلال هذه الفترة اللي هي خلال فترة التعطيل والحظر الكلي والحظر الجزئي كذلك، إحنا يعني تكررت عندنا تسجيل إثباتات حالة خاصة في مسائل الرؤية، وكانت أنا يعني أعتقد كل من يعني مر بهذه التجربة يمكن يأيدني، كانت من أكثر الإثباتات الحالة التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة، لأن كان عندي مركز رؤية مغلق وكذلك كان هناك امتناع كبير من قبل الأشخاص أصحاب الحق في الحضانة في تسليم الأولاد لتنفيذ أحكام الرؤية، طبعا بحجة بأن هناك مصلحة الصحة العامة وتوصيات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي. فشهدت معظم المخافر في الكويت تسجيل إثباتات حالة وكان عددها كبير جدا في مسائل تخص عدم تنفيذ الرؤية. أما في مسألة عدم الإبلاغ وضرورة الإبلاغ، للأمانة احنا يعني نتقدم بالشكر الجزير لوزارة الداخلية ممثلة بمحققينها اللي كانوا يعني يعملون بنظام الخفارة لتسجيل أي بلاغ وأي جريمة يتعرض لها أي شخص، مثل عندي قضايا السرقات، قضايا الاعتداء بالضرب، قضايا السب والقذف وغيرها، فكان المحققين على نظام الخفارة يشتغلون ويتم تسجيل القضايا العاجلة والمهمة، وكذلك أيضا ما ننسى دور النيابة العامة واللي كان وكلاء النيابة مشكورين كانوا يعملون كذلك بنظام الخفارة لتسجيل القضايا الجنائية الهامة والمستعجلة بل والتحقيق فيها كذلك وإحالتها إلى المحاكم لتحديد جلسات لها.
بعد الأزمة مباشرة. نعم سادة حوراء، أكيد نسعى إلى التباعد المجتمعي وذلك الحفاظ على مجتمعنا من انتشار نقول الكورونا مثل ما الكثير من اتبع الإرشادات المنصة، لكن هناك أيضا نقول آثار نفسية على الطفل لو تطرقنا للرؤية ومشاكل الطلاق. أكيد نسعى إلى الطلاق الذكي للحفاظ على نقول نفسية الطفل، بالنهاية هو اللي راح يتأثر أكثر من الأم والأب. مرت عليك نقول أسئلة أو إن ناس يعني صار الود بينهم من بعد المنازعات؟ شكرا. أنا يعني صراحة الأزمة هذه يعني لقيت فيها مواقف جدا مؤثرة. كان عندي مثلا عدة موكلين في عدد كثير من قضايا الأحوال الشخصية، قد يعني كانت بينهم خصوم كبيرة في مسألة الحضانة والرؤية، وكان هناك نزاع كبير في المحاكم. خلال هذه الأزمة وجدنا بأن الكثير من الأشخاص أو كثير من الموكلين نفسهم هدت، يعني اللي كان ما يبي ينفذ الرؤية خوفا على مصلحة الأبناء سعى لتنفيذ الرؤية عن طريق الفيديو كول، أو سعى لتنفيذ أو للمبادرة والسماح بالطفل بالاتصال إلى أمه على أمه أو على والدة على حسب الشخص اللي هو كان له حق في الرؤية وما استطاع أن ينفذ حق الرؤية. فإحنا خلال هذه الأزمة يعني وجدنا بأن هناك من تعاطف ومن غلب عليه المبدأ الإنساني وراعى مصلحة هذا الطفل من الجانب الإنساني. كذلك كان في العديد من الأشخاص كانوا ينفذون مسألة اللي هو التواصل عن طريق أيضا السناب شات وتصوير الأطفال وإرسالهم للطرف الآخر. وفي ظل طبعا هذا التعاون احنا نشوف بأن يعني مصلحة الطفل هي الأهم، من خلال يعني تدرين في النهاية الطفل هذا يحتاج إلى أمه يحتاج إلى والده. الأزمة طولت، الكل كان في البداية يعتقد بأنها مجرد أسبوعين، ولكن بعد تمديد الحظر وبعد الدخول في الحظر الكلي كان هناك مبادرات يعني كبيرة جدا من عدد كبير من أولياء الأمور سواء كان الأم أو الأب في محاولة التعاون. لكن يعني هذا ما يغيب كذلك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل بأن كان هناك البعض لا يتعند، البعض كان يحرم الأطفال كذلك من يعني ليس فقط الرؤية ولكن الاتصال أو المكالمة عن طريق الفيديو كول أو عن طريق مواقع التواصل التي تبيح المكالمة صوتا وصورة. طبعا احنا نسأل يعني نسأل الله تعالى الهداية للجميع، ودائما احنا نوصي ونقول ان يا جماعة مصلحة المحظون هي الأهم، لان اليوم في هذه الأزمة كلنا عشنا توتر نفسي، كلنا تضايقنا، كلنا يعني انزعجنا، تغير الروتين بشكل عام، ولكن يعني دائما احنا نقول احنا نغلب على نفسنا المبادئ الإنسانية وهي تكون مبدأنا يعني وهي تكون الأصل في التعامل مع الطرف الآخر. نعم، وكثير من الأمور في نقول ظاهرها شر ولكن باطنها خير، مثل ما تفضلت في بداية حديثك هناك كثير من النزاعات نقول حلت ووصلوا إلى نقطة التقاء، انعكاس أكيد على نفسية الطفل. كل الشكر لك المحامية حوراء الحبيب، نلتقي فيك باكر إن شاء الله مع عزيمة لاتي، وعيدك مبارك. أيامكم سعيدة يا رب. مشاهدينا كلنا نعرف أهمية الرياضة وتأثيرها الجسماني والنفسي، نتابع معاكم حاليا المدرب سبعان بسبعان ونعود.